بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نفذ قطاع تنفيذ العمل تنظيم العمل في الإدارة العامة للإقامة شؤون الأجانب بدبي احتفاله الأول ضمن الاحتفالات الأربعة المعتمدة سنويا للمجتمع العمالي بالإمارة خلال عيدي الفطر والأضحى واليوم العالمي للعمال وليلة رأس السنة، تقديرا لدورهم في دفع عجلة التنمية. تقرير الزميل محمد العزب. دبي لا تنسى مخلصيها، وللعمال نصيب وفير من ذاكرة المدينة التي لا تنام ولا تكف عن صناعة الأحلام. المكان ساحات الأحياء العمالية في محيصنة والجوز وجبل علي. الزمان أسبوع عطلة عيد الفطر. الأبطال أصحاب الياقات الزرقاء، وتلك قصة تستحق أن تروى. فالمجتمع العمالي المحلي يلعب دورا محوريا في مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة، وذلك الدور هو محل تقدير من أهل التقدير. ومع اتساع الرقعة الجغرافية للمشاريع الحيوية على امتداد خريطة دبي، كان من المنتظر أن تجد للقوى العاملة فيها جوا يشبههم وحاضنة تحتويهم، وهكذا فعلت، والأهم أن تشاركهم الفرحة. نحتفل معا بالعيد هو أكثر من مجرد شعار في احتفالية عمالية لباكورة الاحتفالات الأربعة المعتمدة سنويا للمجتمع العمالي بالإمارة خلال عيدي الفطر والأضحى واليوم العالمي للعمال وليلة رأس السنة. فالحشود الهائلة من طواقم الشركات ذات الكثافة العمالية كانوا على موعد مع حدث استثنائي، إلا في دبي التي تتراقص المفاجآت في طرقاتها. عشرات الآلاف من الأيدي العاملة آن أن تستريح من عناء العمل لترتفع بالتلويح والتصفيق في فسحة من الوقت جاد بها قطاع تنظيم العمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ويشمل هيكله التنظيمي كل من اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وجائزة تقدير العالمية، مستعينا بتحالف من الشركاء والداعمين من القطاعين الحكومي والخاص يتقدمهم الراعي الحصري دائرة الأراضي والأملاك بدبي. برنامج من 7 أيام بلياليهن ضم عروضا فنية وألعابا رياضية ومسابقات ترفيهية عاد منها أصحاب الحظ السعيد بجوائز قيمة، بدءا بالسيارات مرورا بقسائم المشتريات وتذاكر الطيران وسبائك الذهب والهواتف الذكية وصولا إلى البطاقات الزرقاء للحسومات. أعمل في دبي منذ 2 ولقد هيأوا لنا هذا البرنامج الجميل والذي يوصى به، وأمامنا فرصة سانحة لربح العديد من الجوائز. أعداد غفيرة جاءت هنا لتجربة الكثير من المرح، كلنا سعداء بهذه الأجواء وكذلك بالملاعب والمدرجة. أنا سعيد جدا وقد فزت ولم يمضي على وجودي هنا سوى 3 أشهر. لقد ربحت الجائزة، بارك الله فيكم. لقد ربحت هاتفا ذكيا، أشكركم وعيد مبارك. عيد مبارك. لا تكتفي دبي بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، بل تذهب إليه وتشد على يديه لتبارك خطاه وترسم الابتسامة على محياه. لأخبار الإمارات، محمد العزب، دبي.